]كم يا شباب عاملين ايه رب تكونوا بخير واهليكم بخير وكل حاجه زي الفل تعالوا نبدا نبدا مع بعض تسجيل التريكس بتاعت الحصه الثالثه ودي ما كانت كميه تريكات مهمه جدا اللي هو جزء الحل اللي كان في الحصه في السنتر وهينزل لطلبه الاونلاين وهينزل لطلبه السنتر طيب بسم الله الاول كنا اتكلمنا على سؤال بيقول 3 identical lamp يعني ثلاثة لمبات زي بعض بالظبط اتوصلوا مره سيريس ومره ايه ما? بارالل والمرتين بالسيم سورس هو عايز الباور في حاله السيريس على الباور في حاله ايه البارل يعني انا كده فهمت ان انا عندي ثلاثة لمبات كده زي بعض بالظبط ار وار وار فتبقى الريزستنس بتاعتهم كام يا شباب 3 ار متوصلين بمصدر كده وبعدين نفس الثلاث لمبات اتوصلوا كده واتوصلوا بنفس المصدر اهو فانتوا عارفين في البارالل بيطلع ار توتال بكام قيمه الواحدة على عددهم طيب هو عايز باور السيريس على باور ايه معها البارالل كنا اتكلمنا قبل كده ان انسب قانون في حاله السيريز ها اي سكور ار وساعتها الباور بيبقى دايركتلي مع مين؟ مع الريزيستنس وان باور البارلل بيساوي ها يا جماعه في سكوير على ار وساعتها الباور انفرس مع الريزيستنس لكن الكلام ده امتى يا جماعه لما السؤال يبقى جاي سيريز بس او بارلل بس ها مع جماعه سيريز بس او ايه؟ أو بارلل بس. أما السؤال بتاعنا لو أنت لاحظت هتلاقيه ميكس. لامم حتة سيريس وحتة إيه؟ بارلل. وبالتالي لازم نهدى ونستفيد من كلمة إيه؟ سيم سورس. طب نعمل إيه؟ في حالة الميكس. نوحد القانون. يعني إيه نوحد القانون؟ يعني نستخدم قانون واحد في الحالتين. طيب. كده باور السيريس بيساوي إيه؟ ها؟ v2 هنختار القانون ده بقى على r والبارل البارل بيساوي ايه ها v2 على الr بتاعته اللي هي r يا جماعه على 3 تحت اللي تحت يطلع فوق طيب كده معاك باور السيريس ومعاك باور مين البارل انت عايز ريشيو ما بينهم يبقى باور السيريس على باور البارل بيساوي ها يا جماعه v2 على 3r نزلت الباور بتاع السيريس بدل ما اقول ديفايدد هقول تايمز واقلب التاني تاني كده بدل ما اقول ديفايدد هقول تايمز واقلب التانية اقلب دي تبقى ار على تلاتة في سكوير هتروح الفي سكوير مع الفي سكوير والار مع الار يطلع كام واحد على تسعة تطلع كام يا جماعة واحد على كام على تسعة طيب لازم بقى نخلي بالي هما كانوا كام لمبه؟ تلاتة طلعت كام؟ واحد على تسعة يبقى زتونة المسألة اللي فاتت ايه بقى يا جماعة؟ لو ان لامب حيث ان دي عدد اللامب اتوصل مرة سيريس ومرة ايه بارلل بالسيم سورس فإن على طول باور السيريس على باور البارلل بيساوي واحد على ان سكوير وباور البارلل على باور السيريس بيساوي عكست ان دي لازم تتذاكر كويس قوي يا جماعه كانها فكره هتتذاكر عشان لو جت لي احلها على طول فكده دي الفكره رقم كام رقم واحد عايز اكد على الفكره اللي قلتها فوق ان هي ان الباور يا جماعه لو سيريوس يبقى القانون ده لو بارلل يبقى ده بص كده في امتحان 2008 جاب له لمبتين عاملين كده واحد واثنين وقال له ريزيستنس واحد اكبر من ريزيستنس اثنين فان برايتنس واحد ماله ببرايتنس اثنين كمان عمل له كده يا جماعه دول متواصلين وقال له ها ار واحد اكبر من ار اثنين فان برايتنس واحد مالها ببرايتنس اثنين عشان احل سؤال زي ده يا جماعه لازم اشوف الاول التوصيل اللي قدامي نوعه ايه؟ ها؟ ده توصيل سيريس طالما السؤال على السيريوس بس يبقى انسب قانون ده الاي مالها يا شباب؟ كونستنت يعني اعلى ريزيستنس هتستهلك اعلى باور مين الاعلى ريزيستنس 1 لكن هنا القانون على البارلل بس يبقى في سكوير على ار الفي مالها ثابته يبقى اقل ريزيستنس هتستهلك اعلى باور مين اقل ريزيستنس 2 وبالتالي هي الأعلى باور كنا أكدنا مع بعض معها أن كلمة برايتنس هي هي كلمة مين باور هي مع برايتنس هي مين هي باور طيب نخش على الفكرة رقم كام اتنين لو جاي بيقول لي عندي ست لمبات ست لمبات ما ليش توصلوا ازاي طالما يا جماعه ما قالش يبقى نعتبر اللامبس دي ايه؟ جزء من اجهزه البيت. واجهزه البيت بتتوصل ايه يا جماعه؟ بتتوصل بارلل. يبقى حتى لو ما قالش انا فاهم دلوقتي ان عندي كام لمبه؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة متوصلين هو بيقول بمصدر مية وعشرة فولت هو عايز دي اوصلهم توصيل معين بس بمصدر كام 220 فولت بس الموضوع مش كده بس يا يعني بعد هو قال كلمة ها سيفلي سيفلي بالعربي يعني بأمان أيوة يعني إيه برضو يعني ها يعني كارنت كل فرع يفضل خلص يعني إيه ركز معي دلوقتي الكرنت لما يمشي كده كده هيجي هنا يحصل له ايه يا جماعه كده 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 اهو الكرنت اللي داخل لكل فرع ده يا جماعه هو ده اللي لازم يفضل زي ما هو الناحيه الثانيه طب ازاي وانت عملت ايه في الفولتج يا جماعه عملت فيه ايه دبل بص يا باشا انت عايز كرنت الفرع يفضل زي ما هو والاي بتساوي في على ار طب ما انت كده بدل ما الفرع كان واخد 110 مية وعشرة مية وعشرة مية وعشرة مية ليه عشان كلهم مع بعض انت بقى كده المرة التانية هنا يا جماعة الفرع هياخد ميتين يعني فولتج الفرع حصل له ايه دبل فلازم عشان ده يفضل زي ما هو يا جماعة ها في الفرع دبل يعني ايه في الفرع دبل ها عدد اللمبات في الفرع بيعبر عنه الرقم ده فاذا كده عرفنا هم كلهم كام لمبه سته لما احط لمبتين في الفرع كده واحط لمبتين في الفرع كده واحط لمبتين في الفرع كده يبقى كل فرع من دول ها يا جماعه 220 فولت بس خلي بالك ال 220 متقسمه على اللمبتين يبقى كل لمبه هو ده كام؟ 110 وبكده يا جماعه يفضل الفولت زي ما هو خلاصه الكلام لو انا عندي ان لامب عدد ان من اللامب متوصل بفولتج في وانا عايز اوصله بفولتج يا جماعه 4 في بس قال كلمه سيفلي على طول يبقى اي بتساوي في على ار ها زودت الفولتج كم مره أربعة يبقى تزود لي الريزستنس 4 يعني بدل ما الفرع فيه لمبه واحده يبقى كام يا جماعه أربع لمبات في كل فرع دي مع الزتونة بتاعت السؤال وهتلاقيها عندك موجودة في كتاب الشرح وموجودة في ورقة التريكس خلينا نقول ان دي رقم اتنين ونخش بقى على رقم كام بقى جماعة? تلاتة لو سمحت افتح لي بيج 27 وكتاب الشرح تعالوا يا جماعه صفحه 27 في كتاب الشرح ويلا نحل اخر مساله في الكتاب خالص هو بي هو بيقول يا جماعه 3 ريزيستنس 18 و9 و3 اوم اتوصلوا توصيل ما بس هو ما قالكش سيريس ولا بارل بس قال لك عدى في دي كارنت 0.1 وعدى في دي كارنت 0.2 وعدى في دي كارن 0.3 كنا قلنا مع بعض ودي الزتونة بتاعت المسألة يا جماعة كل مسألة بتحلها ليها فكرة أو زتونة بتنقلها على جنب ار بتساوي في على أيه دول كام حاجة؟ صح ثلاث حاجات لو اداك اتنين لو اداك اتنين على طول انتهت ايه؟ التالتة طيب هو هنا اداك ريزيستنس واداك كارنت يبقى لنا نجيب مين معها فولتج والفولتج بيجاب ازاي اي في ار يعني 18 في 0.1 ب 1.8 9 في 0.2 1.8 3 في 0.3 ها ب 0.9 اكيد خدت بالك ان الاثنين دول عندهم نفس الفولتج والله لو عندهم نفس الفولتج يبقوا متوصلين ايه بارل لو عندهم نفس الكرنت يبقوا متوصلين ايه سيريز خلاص يبقى انا كده فهمت ان ال 18 متوصله مع التسعه. ومعاهم التلاته. طب اتاكد ازاي يا جماعه ان انا صح اهو. بص الكارنت هيمشي كده. الكارنت اللي عدى في ال 18 هو قال 0.1 واللي عدى هنا 0.2 لو انت صح يبقى المفروض يتجمع هنا 0.1 مع 0.2 يعدي كام؟ 0.3 امبير اهو يبقى كده انا صح 100% طيب دول بارلل مع بعض يبقى 18 في 9 على 18 زائد 9 ب 6 يبقى كده الار توتال بكام ال 6 اللي طلعت لي اللي هي الحته دي زائد ال 3 تطلع كام 9 اوم تطلع كام يا شباب 9 اوم طيب المساله اللي قبلها يا جماعه في نفس الكتاب برضو بيج 27 كتاب الشرح بيقول سلك ماشي فيه 8 ملي امبير اتوصل ان بارلل بسلك تاني يا يعني مع كلمة ان بارلل دي ما تعديش يبقى في 1 بتساوي في 2 ده الطالب اللي ايه اللي مذاكر وبيعرف يطلع الجيفن كويس وده مش هيجي غير بالحل الكتير. قال سيم لينث يبقى ال1 بتساوي ال2. قال الاثنين سيم ماتيريال يبقى ريزستيفيتي 1 بتساوي ريزستيفيتي 2 وكوندكتيفيتي 1 بتساوي كوندكتيفيتي 2. شوف كل الجيفن دي من كلمتين اتقالوا. بيقول وي نيد تو انكريز ذا توتال كارنت احتجت ازود التوتال كارنت ل 10 ملي امبير ده معناه انه يخش تحت كام يا جماعه ها 2 ملي امبير ما هو 10 بره يعني 8 فوق و2 تحت ده مين اي 1 وده مين اي 2 الطلب كان غريب احسب ديامتر 1 على ديامتر 2 طيب ركز معايا انا كطالب عندي كذا حل للمساله دي مبدئيا ده ديامتر يعني جوه الاريا يعني كده هو عايز هاي مع اريا 1 على اريا 2 اللي انتوا عارفين ممكن تتفك الديامتر 1 سكوير على ديامتر 2 سكوير عارفين ريشيو الديامتر هي ريشيو radius طيب انا حلتي ايه انا حلتي ان اي 1 على اي 2 بتساوي 8 على 2 يعني بتساوي 4 على 1 هل عندك الشيء اللي يربط الاثنين دول ببعض لا لسه بتفكر يا تاني يا ده ايه ده؟ ده المطلوب. ده ايه ده؟ ده الجيفن. ازاي تربط بينهم وبين بعض؟ ركز معايا. هو مش الاريا انفرس مع الريزيستنس؟ طب هو مش الكرنت برضو انفرس مع الريزيستنس؟ يعني كان دي مين يا جماعه؟ ار2 على ار1. ار2 على مين يا جماعه؟ على ار1. خلاص خلصت. يبقى كده ريشيو الدياميتر اللي انت عايزها <applause> بتساوي 4 على 1 يعني دياميتر 1 سكوير على دياميتر 2 سكوير بتساوي كام 4 على 1 اعمل روت هنا وهنا يا جماعه يبقى دياميتر 1 على دياميتر 2 بتساوي كام 2 على 1 ده يا جماعه حل بس ممكن طالب يقول انا صعب في دماغي يجي حته الربط دي تعالى بقى نستفيد من الحته دي حل اخر V1 بتساوي V2 يعني I1 R1 بتساوي ايه ها I2 R2 رتب لي دي لو سمحت يبقى كأنها I1 على I2 بتساوي R2 على R1 طب ما انت فاهم وانا فاهم ان الريزستنس اهي هي اللي جت مش انت اللي جبتها زي هنا هي اللي جت بتساوي ايه يا شباب ها اريا 2 على اريا 1 يعني بتساوي ايه بقى يا جماعه؟ او اريا 1، اوكي اريا 1 على اريا 2. يبقى دايمتر 1 سكوير على دايمتر 2 سكوير. طب والريش دي كام؟ ها 4 على 1. برضه يا جماعه يبقى دايمتر 1 على دايمتر 2 بتساوي كام؟ 2 على 1. حل ثالث. حل ثالث. نستفيد من دي او من دي. ريزستيفيتي بتساوي ريزستيفيتي. يعني رال بتساوي رال. ال ال مع ال عشان هو قال كده وفك لي الار لفي على اي يبقى في اي على اي بتساوي في اي على اي شيل ال في مع ال في عشان هما متوصلين ايه بارلل يتبقى ان دايمتر 1 سكوير على اي 1 بتساوي دايمتر 2 سكوير مكان الاريا على اي 2 ده معناه ايه يا جماعه ان اي 1 على اي 2 بتساوي دايمتر 2 سكوير على دايمتر 1 سكوير 4 على 1 يا جماعه او اي 1 بكام اه اي 1 على اي 2 بتساوي ايه 1 2 طب يا جماعه يبقى ها يبقى دي 1 على دي 2 بكام ب 2 على 1 هي هي نفس الحل ده حل رقم كام 3 ممكن اعمل لك حل رابع ب دي لارا بتساوي لارا فاذا ايه الفكره اللي اطلع بيها من المساله دي؟ يا ما اشوف مساله اتحلت في كل ده. فين زتونه المساله؟ فين اللي الطبيب يكتبها عنده يا جماعه ويبقى فاهمها؟ ها ان الاريا دايركت مع الكرنت. ما عندناش يا جماعه في منهجنا حاجه بتقول ان الاريا دايركت مع الكرنت. لكن اللوجيك ممكن. كل لما السلك يتخن كل لما الريزستنس تقل كل لما الكرنت يزيد. قد يكون وضع الامتحان شاف المساله دي اكيد مليون في الميه. فمش هيجيبها زي ما هي مليون في المية بس ياخد الفكرة دي يا جماعة الزتونة دي ويحط عليها مسألة تعالوا نشوف ده طيب انه يجيب لي يا جماعة سلك عامل كده ومتوصل بالسلك عامل كده يا شباب اهو وبطارية عاملة كده وده سلك اسمه ايه وده سلك اسمه بي ويقول لك ان راديوس ايه بيساوي 3 راديوس بي طيب انت عايز مني ايه؟ عايز كرنت ايه على كرنت بي وعايز ريزيستنس ايه على ريزيستنس بي وعايز فولتج ايه على فولتج بي وعايز باور ايه على باور بي وعايز الكرنت توتال على كرنت بي وعايز كرنت ايه على الكرنت توتال عايز معايا الريشيو بتاعت كل واحدة من دول تعالوا نشوف هنحل المسألة ازاي مبدئيا ريديوس ايه قد راديوس B ثلاث مرات يا جماعة كلنا عارفين ان الاريا بتساوي باي ار سكوير يعني كأن كده ها الاريا بتاعت ده تسع مرات الاريا بتاعت ده ليه تسعة عشان عملنا سكويرينج يعني يا جماعة ها الاريا هنا تسع مرات قد هنا طب ما احنا لسه مطلعين زيتونه من المساله اللي قبلها ان ريشو الاريا هي ريشو الكرنت يعني كده كرنت ايه بيساوي تسعة كمان كارنت بي يعني يا اي اي على اي بي دي بكام ها تسعة على واحد طب ما ريشو الكرنت عكس ريشو الريزيستنس يبقى دي كام على طول ها مع واحد على تسعة لان الريزيستنس مقاومه ورخامه على الكرنت طب الكرنت هيمشي كده ده اسمه اي توتال هيجي عند البوينت دي ما يتقسم جزء يمشي كده وجزء يمشي كده طالما الكرنت اتقسم يبقى دول متوصلين ايه بارالل لانه هيتجمع هنا ويمشي كده اي توتال يبقى انا فهمت ان السلكين دول متوصلين ايه معاها بارالل طالما بارالل يبقى الفولتج بتاعهم ايه ايكوال يبقى 1 تو 1 طيب السؤال على البارلل بس يا رب الناس تركز السؤال على البارلل بس يبقى انسب قانون للباور وانت مغمض في سكوير على ار يا استاذي الفي ثابته لان دول متوصلين بارلل يبقى الاتنين دول انفرس مع بعض يعني ريشيو الريزيستنس عكس ريشيو الباور ريشيو الريزيستنس واحد على تسعه يبقى الباور وانت مغمض تسعه على واحد يا أخي بالله عليك الكرنت هنا كان تسعة أي مثلا وهنا أي لأن إحنا طلعنا إن الكارنت في أي تسع مرات قد الكارنت في بي طب ما كده يبقى هو كله كام؟ عشرة أي حاجة اتقسمت لتسعة أي وأي يبقى أصلها كام يا جماعة؟ عشرة أي طب يلا أي توتال على أي بي أي توتال أهو على أي بي أهو يبقى كام يا جماعة؟ عشرة على واحد. طب اي اي اللي هو ب 9 اي على اي توتال اللي هو عشرة اي يبقى كام يا جماعه؟ 9 على 10. سؤال حلو جدا يا جماعه واتعمل واتبنى على الفكره بتاعت المساله ايه؟ اللي فاتت. ده سؤال حلو جدا. الفكره اللي بعد كده منها واحده موجوده في ورقه التريكس وواحده هنحلها مع بعض دلوقتي. عمل له كده وعمل له كده يا جماعه وعمل له كده اهو دي ار ودي ار ودي ار ودي ار ودي ار ودي ار وقال له اذا كانت دي واخده واحد فولت فان الفولتج بتاع اكس واي بكام في المساله اللي قدامها او السنه اللي بعدها عمل له كده ده في 1 وده في 2 دي ار ودي ار ودي ار وقال له عايز في 1 على في 2 بيساوي ايه؟ تعالوا يا جماعه نشوف ازاي نحل مساله زي دي. الفكره دي اسمها فكره التبسيط. كنا اكدنا مع بعض في الحصه يا جماعه ان 50 و50 بارلل بكام؟ 50, بارل 50 و50 بارلل بكام يا جماعه؟ ب 25. 100 و100 50 100 و100 50 عشرة وعشرة خمسة ار و ار نص ار طب ار و ار و ار ار على التلاتة طب ار و ار و ار و أر أر على الاربعة طالما ايه يبقى قيمة الواحدة على عددهم طب ما دي ما تتبسطش اهي لكن دول يتشالوا ويتحط مكانهم ار على اتنين ودول يتشالوا ويتحط مكانهم ار على تلاتة اصبحت المسألة دي هي دي الحته دي واخده واحد فولت تخيل معايا يا استاذ تلت ار تلت ار تلتها بس واحد فولت يبقى ار بكام تلت ار يا جماعه ها يبقى بتلاته فولت طب لما ار كامله واخده تلاته نص ار تاخد كام اكيد واحد ونص فولت اكيد كام يا جماعه واحد ونص فولت وبكده فولتج اكس واي هيساوي ايه تلاته زائد واحد ونص اربعه ونص زائد واحد كام خمسة ونص فولت كام يا جماعة خمسة ونص فولت طيب فكرتنا في التبسيط دول بكام وده بكام وقاعدة عامة يا جماعة طالما الفولتميتر هيلخبطك ها شيل الفولتميتر من المسألة يعني المسألة هتبقى عاملة ازاي دول بنص ار ادي ريزيستنس اهي بنص ار وادي البطاريه يا عم وادي الار ادي مع مسالتك اهي لو مشيت مع الكرنت هتلاقي الكرنت عدى في الار على اتنين وعدى في الار يعني هما متوصلين توصيل سيريس يعني يمكن تبسيط المساله اكتر لايه منظر عامل كده ار على اتنين وار بس سؤال مين اللي بيقيس الفولتج بتاع ار على اتنين في اتنين ومين اللي بيقيس الفولتج بتاع ار في واحد يا جماعه طالما دي قد دي مرتين في الرخامه ما احنا قلنا الريزستنس يعني الرخامه فطالما دي قد دي مرتين في الرخامه فالمجهود اللي هيتعمل هنا قد هنا مرتين يعني في 1 ب2 في 2 خلاص يبقى الريشو كام؟ 2 لواحد نفس الفكره يا جماعه بسطناها وطلعنا بمعلومة لما يكون في فولتميتر ملخبطني كده أشيله. ليه؟ لأن ده جهاز مش هندخله كهرباء وهنفهم ليه إن شاء الله في تشابتر 2. دي كانت فكرة وفكرة حلوة جدا يا جماعة. جايب لي ريزيستنس عاملة كده وريزيستنس عاملة كده وريزيستنس عاملة كده وريزيستنس عاملة كده. ومسمي دي A B C D. دي يا جماعه كانت بتلاته اوم ودي بتلاته اوم ودي بسته اوم ودي بسته اوم وبيقول لي احسب الار توتال لما البطاريه تتوصل كالتالي عايزها مره عند سي بي او بين النقطتين سي وبي ومره ايه ودي ومره بي ودي عايز مني ايه؟ عايز الار توتال اللي احنا قلنا يا جماعه ان هي اسمها التاني Equivalent Resistance. ريزيستنس Equivalent ريزيستنس هي التوتال ريزيستنس فيلا بينا هنوصل البطاريه بين سي ركز معايا بقى ها بي هتفرق النيجاتيف فين والبوست فين؟ لا يا جماعه مش هتفرق مش هتفرق خالص يا جماعه النيجاتيف فين ها والبوست فين طيب كلنا عارفين ان الكرنت هيمشي تراديشنال كده. هيجي هنا يا جماعه ها؟ هيحصل له برانش. يا جماعه أول ما الكرنت يحصل له برانش يبقى البارلل بدأ. وأول ما يتجمع يبقى البارلل خلص. فالبارلل بدأ هنا. أي 1 وأي 2. طب أي 1 هيمشي ازاي؟ هيعدي في الثلاثة ويعدي في الستة ويتجمع. يبقى يا جماعة كده ها لما حطينا البطارية واحدة واحدة عند سي بي بقت تسعة بارلل مع ليه تسعة؟ ما ده عدى في تلاتة وستة تسعة وأي تو يا جماعة في كام؟ في تلاتة ها وستة تسعة يبقى أنت بتشوف الجزء الأولاني عدى في مين من أول ما اتقسم لغاية لما تجمع ونفس الكلام الجزء التاني طلع تسعة بارلل مع تسعة اتفقنا من شوية لتسعة وتسعة كام يا جماعة ها وش أربعة ونص طب لو ايه دي؟ لو ايه دي؟ ها ما هنعمل كده كده ادي ايه ودي دي؟ الكرنت هيمشي كده هيحصل له هنا ايه؟ معاها برانش طالما حصل برانش يبقى البارلل بدأ هيجمعه فين؟ عند نقطة ايه؟ البارلل خلص جزء مشي في 6 و6 يعني 12 بارل مع، والتاني مشي في 3 و3 يعني 6 على جنب 12 في 6 على 12 زائد 6 تطلع 4 ام. طب لو بي دي، لو ايه يا جماعه لو بي دي فين بي دي؟ اوعى بقى تحط البطارية في نص السلك. ها يا جماعة من بره كده الله يكرمك. في ناس بتحط البطارية هنا يا جماعة، ده عك. طب يلا. الكرنت هيمشي كده. هيجي عند البوينت دي يحصل له ايه يا جماعة؟ ها يتقسم. هيجمع فين؟ هيجمع هنا. طب يبقى جزء مشي في الستة. والتاني مشي في تلاتة وتلاتة وستة يعني 12 لسه حاسبينها بكام ب 4 اوم لسه ما حاسبينها بكام ب 4 اوم دي فكره وفكره حلوه كمان طيب بعد كده بيقول لو ده سلك ب 18 اوم وده سلك ب 9 اوم والحته المشتركه بين الاتنين بقل على الثلاثه. سؤال حلو جدا برضه يا جماعه. سؤال من الاسئله الحلوه. سؤال بقى يا جماعه لما الازرق ده ب 18 ودي 18 على الثلاثه الحته دي. ما على جنب 18 على 3 ثلاثه 6 يبقى دي بكام كده يا جماعه؟ ب 6 قم. دي بكام كده يا جماعه 6 قم. والحته دي برضو تلت التسعة يعني تسعة على تلاتة تلاتة أوم ودي كام يا تلاتة أوم طب تعالوا نشوف بقى يا جماعة الجزء الباقي أنت لما خدت من ستة اتبقى كام أكيد؟ أيوه اتبقى اتناشر ولما خدت من التسعة تلاتة يتبقى كام هنا؟ اتبقى ستة يعني ممكن نقول إن الرسمة دي بقت عاملة كده ها يا جماعة هنا في ستة أوم أهم في هنا ستة وثلاثة بارلل مع بعض أهم يا جماعة ستة وثلاثة وهنا في كام ها اتناشر طب يبقى أر توتال تتجاب ازاي دول بارلل مع بعض ستة في ثلاثة على ستة زائد ثلاثة باتنين طب دي بستة ستة اهي ودي باتنين ودي باتناشر كلهم سيريس مع بعض فنجمع يا جماعه 12 و6 18 و2 كام يا جماعه 20 اوم تطلع كام يا شباب 20 اوم طيب في مسأله حلوه قوي بتقول ايه عندي بطاريه عامله كده وادي ريزيستنس وادي ريزيستنس وادي ريزيستنس يا جماعة دي ار ودي ار ودي ار واعتقد يعني ان الناس فاهمة ان كده ار توتال بكام ها قيمة الوحدة على عدده ماشي وبرضو دول متوصلين بارلل فبالتالي اللي خارج من هنا اسمه ايه اي توتال بس هنا اي برانش 1 وهنا اي برانش 2 وهنا اي برانش 3 ده مهم هو عايزني بقى يا جماعه ارسم علاقه بين الاي توتال وعدد الريزستانات دي دول ثلاثة وكمان عايزني ارسم علاقه بين الكرنت بتاع البرانش اللي داخل في كل برانش والعدد ده برضه فالموضوع عايز تركيز بقى يا جماعه منطقيا اللي قدامك دول كام واحده ثلاثة فالريزستنس بتاعتهم بكام ار على التلاتة فلنفرض ان الاي اللي جاي من هنا فلنفرض ان هو 3 امبير يبقى يخش هنا 1 امبير وهنا واحد امبير وهنا واحد امبير طيب لو انا زودت العدد اهو بقت كام ار على الاربعة طب طالما الريزستنس توتال قلت بدل ار على الثلاثة بقت كام يا جماعة ار على الاربعة ها قلت يبقى اكيد الكارن توتال مثلا هيزيد لاربعة امبير طب طالما الان زادت احنا قلنا ها الار توتال ايه ها قلت مع زيادة العدد يا جماعة ركزوا الار توتال قلت ام الكرن توتال زاد اهو كان من ثلاثة بقى اربعة طب ما كده الاتنين زادوا يعني العلاقة ايه هنا دايركت لكن مع زيادة الريزيستنس الرابعة الكرنت أصلا زاد لأربعة فالواحد أمبير الزيادة دخل هنا هل تأثر كارنت البرانش؟ لا طب لو زودت واحدة كمان هتبقى آر على خمسة وده هيبقى خمسة أمبير وهيفضل كل فرع داخل واحد والواحد يخش هنا يبقى كرنت البرانش لا يتأثر لكن ممكن حد يقول لي يا مستر ما انت اللي مظبط الارقام دي وانا ضمني هقول له بص يا باشا كرنت البرانش بيساوي فولتج البرانش على الريزيستنس البرانش واحده واحده هو مش البطاريه دول باراليل يعني كل واحده من دول واخده في هل فولتج الايه الواحده يتاثر بالعدد لا فولتج البرانش زي ما هو طب هل الريزيستنس بتاعت البرانش مش الريزيستنس توتال انا عارف ان انا ما بزود ريزيستنس ار توتال بتقل انا بتكلم عن ريزيستنس البرانش هل يحصل لها حاجة؟ برضو لا طب طالما فولتج البرانش وريزستنس البرانش زي ما هم يبقى كارنت البرانش ايه؟ زي ما هو وبالتالي يا جماعة تطلع الإجابة عاملة كده ده برضو يا جماعة سؤال من الأسئلة المهمة وموجود عند حضرتك في الواجب طيب كمان من الأسئلة المهمة يا جماعة إنه بيقول إيه ها؟ ميني ريزيسترز بعض الايه الريزيستورز الاسلاك كونكتد مره سيريس ومره ايه بارلل فالار توتال في حاله السيريس اسمها اكس والار توتال في حاله البارلل اسمها واي فان انهي جراف من دول هو الانسب عامل لك كده وده اكس وده واي عامل لك كده ومبدلهم عامل كده وكده عامل كده وكده ودي ايه ودي بي ودي سي ودي دي يا جماعة هل هل كلمة ريزيسترز احنا عارفين ان دي كده نان اوميك وكده دي اوميك هل كلمة ريزيسترز دي لازم يجي يقول لي اوميك لا يا جماعه احنا بنعتبر في كل الاسئله الريزيستنس اوميك الى ان يثبت العكس فدول مرفوضين طالما قال ميني ريزيسترز وسكت يبقى اوميك طيب التوصيل السيريس الناتج بتاع الار بتاعته اكس والتوصيل البارلل اللي هو اوبتين سمول ريزيستنس الناتج واي يعني قطعا اكس اكبر من واي النهارده لو عندك مثلا ستة و 3. وعندك 6 و3 هنا تطلع 9 وهنا تطلع 2 ناتج السيريس اكبر من ناتج الايه البارالل طب ما هنا السلوب بيساوي ايه يا جماعه السلوب بيساوي ار يعني هنا مين اكبر اكس اكبر من واي الكلام ده صح اكس اكبر من واي صح لكن هنا واي اكبر من اكس حسب الزاويه دي يا جماعه واي اكبر من غلط يبقى طبعا الاجابه ايه معها سي ولو سمعت خلي بالك لو في نفس السؤال عمل كده أرجوك لأن ساعتها هيبقى عامل كده أوكي إكس أكبر من واي في الاسلوب بس هنا الاسلوب بيساوي إيه؟ واحد على آر يعني يا جماعة بالنسبة للرسمة دي ها إكس أكبر من واي كإيه؟ كاسلوب لكن كريزيستنس واي أكبر يبقى ريزيستنس واي أكبر من ريزيستنس إكس والكلام ده غلط خلي بالك هي أي و في أي وفي ولا إيه يا ولا في واي دي جماعة مجموعة من الأسئلة حليناها في الحصة وكان لازم توصل لطلبة الأونلاين وطلبة السنتر كمان لو عايز يعيدها يعيدها وأي حد هي موجودة على اليوتيوب تتفرج عليها دي مجموعة من الأسئلة على الدرس الثالث يا جماعة بعد الدرس الثالث احنا عملنا وقفة ونزلت ريفيجن ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات ونص يا جماعة ليه؟ ساعة ونص شرح وساعتين أسئلة تقيلة شوي فالله يكرمكم اقف وبعد كده اعمل الريفيجن دي بعد كده حضرتك هتمتحن ال 30 جمله او امتحان ال 30 جمله ويبقى كده تمام نيجي بقى على الحصه الرابعه باذن الله من اول يوم الحد الجاي. ربنا يوفقكم ودي مجموعه اسئله ان شاء الله تفيدكم باذن الله. ايه ده؟ هو المستر فين؟ محمد انت شفتش المستر؟ طب انا اروح اشوف المستر في الاستوديو مستر حضرتك بتعمل ايه دول لمبتين وعايزين نعرف متوصلين سيريس ولا بارلل عشان نرسم سيركت هنا شبه دي بالظبط فببساطه هنعمل كده لما شيلنا لمبه الثانيه فضلت منوره وده معناه ان هم ايه بارلل وبالتالي هنوصل البطاريه كده هنوصل لمبة كده هنوصل لمبة كده ويبقى ناقص الأسلاك ما بينها بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض بقى يا جماعة تسجيل المعمل بتاع الفيزيكس V بتساوي اي فار ده كده قانون اومز لو اللي احنا قلنا عليه وقلنا لازم نثبت فاكتور فبيبتدي الاثنين التانيين يبقوا دايركت او انفرس مع بعض ده سلك عندنا وعندنا ثلاث بطاريات ب 4.5 فولت يبقى الفولتج ب 4.5 فولت تمام الريزستنس ب 500 اوم وبالتالي لو حسبنا الاي اي بتساوي في على ار هيبقى بالمنظر ده هيبقى 9 ملي امبير طيب ماذا لو انا زودت الريزيستنس يعني لو انا ثبتت الفولتج وزودت الريزيستنس زي ما انت شايف انا زودت الريزيستنس تقريبا من كام ها من 500 ل 700 لما زودنا الريزيستنس خدت بالك ايه اللي حصل الكرنت قل بص الار عماله تكبر والاي بتقل حتى قيمة الكرنت عمالة تقل. لو قللنا الريزستنس اديك شايفها ايه اللي بيحصل؟ الريزستنس قلت فالكرنت زاد. كده انت مثبت الفولتج. طب ماذا لو ثبت الريزستنس مثلا عند 200؟ وهتبتدي تغير الفولتج. خليك معايا احنا هنثبت الريزستنس ونزود الفولتج اهو. زود فولتج يعني زود بطاريه فلما زودت الفولتج الكرنت زاد خدنا في اومز لو ان الفي دايركتلي مع الاي ات كونستانت ار فمثلا لو زودنا بطاريه كمان بص ها مع تزويد الفي الاي بي ال ومع تقليل الفي ها مع برضه الاي بي ال يبقى الفي دايركت مع الاي اتكون كونستانت طب ولو انت عايز تثبت الفي بص كويس في القانون هتلاقي ان الاي والار هما الاتنين انفرس uh, مع بعض ازاي بنثبت الفي في السيركت بنزود بطاريات او بنجيب بطارية اكبر شوية ده بالنسبة ليه لوك. بالنسبة بقى يا جماعة لقانون الريزستيفيتي او ار بتساوي رولا او رو اي -E بتساوي رال. انت عندك هنا الار بتساوي رو اي -E الا علي فمنطقي جدا لو زودت الريزستيفيتي الريزستنس هتزيد بص كده لو زودت الريزستنس ها الريزستيفيتي هاي مع الريزستنس هتزيد ال L وال A زي ما هما وبالتالي ممكن نقول ان كده تزويد الريزستيفيتي بيؤدي لزياده A الريزستنس اهو هنقلل الريزستيفيتي يعني هنقلل الكولاجنز فالريزستنس هتقل وخدت بالك المولكيولز عددها بيزيد في السلك وانا بغير ماشي طب ماذا لو غيرنا في ال 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 يا جماعه ها بص خدت بالك السلك بيطول فالريزستنس بتزيد ده معناها ان هي دايركت اهو ها السلك ايه طوله قل فالريزستنس قلت ها كبر فالريزستنس زادت طب يا ترى الاريا فعلا عكس الريزستنس بص كويس انا كده بزود الاريا فالريزستنس بتقل بقلل الاريا فالريزستنس ايه بتزيد بص على السلك هتلاقيه بيزيد كتخن او ايه او بيقل طبعا ممكن تحسب بقى الحسبه وتطبق القانون تتاكد ان الارقام كلها ايه صح هو مديك تحت اهو بالازرق اسود وبقى إيه ومن ثم ازرق ها الريزستيفيتي باوم خلي بالك سنتيمتر احنا عايزينها بالاوم متر مديك اللينث بالسنتيمتر مديك الاريا بالسنتيمتر سكوير ممكن تحول وتظبط الدنيا وتجيب الريزيستانس عادي جدا. طيب خلينا بقى يا نبدا مع بعض في المعمل في هنا كل حاجه فمثلا دي باتري لو عايز اخليهم بطاريتين بعد كده ببتدي يا اركب الاسلاك عشان اعمل سيركت اهو هي حلاوتها ان انت اللي بتعمل السيركت بقى بتاعتك اهو سلك اهو ادي لمبه وادي معها السلك اهو فبالمنظر ده جماعه اللمبة منورة وزي الفل اهي طيب لو عايزين نركب لمبة تاني سيريوس يا جماعة خلي بالك الكهرباء ماشية ازاي اللي موجود ده قدامك الالكترونز كده انا بتكلم كونفنشال كده انا خليته كونفنشال كده ركز معايا كده الكترونز كده كونفنشال طيب كونفنشال ده اللي احنا ماشيين عليه الكهرباء هتمشي كده زي ما انت شايف طب انا عايز اركب لمبة تاني سيريز اهو يا جماعة هقص هنا وهبتدي اركب لمبة اهي فبالتالي معها اللمبتين كده متوصلين ايه سيريز ليه سيريز لنفس الكرنت اللي عدى في دي هو اللي عدى في دي طيب لو عايزين نخلي بص بقى ركز معايا ها واحدة قد نتأكد ان الاثنين عندهم نفس الريزستنس دي الريزيستنس بتاعتها 10 اوم ودي الريزيستنس بتاعتها 10 اوم طب انا عايز اخلي دي وخلي بالك انهي فيهم عايز ازود ايه الريزيستنس بتاعت دي ل 20 اوم معرفش خدت بالك ولا لا ان كده ها يا جماعه دي اللي انا بحركها دي بقت اضاءتها اكتر من الثانيه لان ايه بقى مقاومتها اعلى فالفولتج بتاعها اكتر بص ده الفولتميتر اهو لو عملت كده وعملت كده هي جماعه هيقيس كام 12 فولت لكن لو خدت ده كده وخدت ده كده ارى كام يا جماعة 6 فولت هل ده منطقي اه منطقي جدا بص اللمبة دي اللي انا حركتها دي الريزستنس بتاعتها ضعف دي فاكيد الفولتج بتاع دي هيبقى ضعف دي فعلا دي خدت 12 فولت ودي خدت كام يا جماعة 6 فولت طب ما تيجي نزود ريزيستنس دي كمان بص اهو اهو كده بقول الاثنين قد بعض وتاكد معايا اهو كده كده 9 فولت 9 فولت تقول يا مستر ده طالع ماينس يا عم عشان انا عكست البولز بس اهو 9 فولت ليه دلوقتي كل لمبه خدت 9 فولت يا جماعه ليه ليه ال 18 فولت بتوع البطاريه وعملنا كده وعملنا كده طلعوا كام يا جماعه كلهم ها؟ 18 فولت ليه ال 18 اتوزعوا المره دي قد بعض؟ وليه في الاول ما كانوش قد بعض؟ عشان دلوقتي الريزستنس قد بعض فاكيد كل ريزستنس هتاخد فولتج قد التاني ده اسمه توصيل سيريس يا جماعه والحاجه الكونستنت اللي فيه هي ايه؟ زي ما اتفقنا الكارنت انترستي. لو جبنا أميتر بالمنظر ده كده يا جماعه وعملنا هنا كده ايه كت ووصلنا الاميتر ده كده كده هي معيره هي كام 0.45 امبير هو دي قيمه الكرنت اللي ماشي في السيركت هي دي يا جماعه قيمه ايه الكرنت اللي ماشي ايه في السيركت طب مستر لو ركبنا اميتر في حته تانية من السيركت وليكن مثلا مثلا هنا هل هيدي نفس القراية؟ تعال نشوف أهو أهو آه إدى نفس القراية طب تعالى هنا لو حابين نوصله هنا أهو يا جماعة كده كده إدى نفس القراية ده معناه إن في التوصيل السيريس الأي بتبقى كونستنت ده معناه يا مع جماعة إن إيه في التوصيل السيريس الأي بتبقى كونستنت لكن الفولتج بيختلف أديك شفت من شوية أهو تاني لو مسكت اللمبه دي خليتها 40 اوم وجبت الفولتميتر تاني للمره التانيه اهو كده كده ارى كام يا باشا؟ 12 من ال 18 طب ده ساعتها هيقرا كام؟ يا هي جماعه هيقرا 6 سيبك من الماينس قلنا يبقى 6 لان 12 و 6 كام 18 اللي هي البطاريه اللي احنا قسناها من شويه دي يا جماعه تجربه عملي انت تقدر تعملها وتعمل سيركت كامله او لو في سيركت انت مش عارف تحلها تعملها قدامك بنفس الارقام ويطلع لك الاجابات مظبوطه ده كان التوصيل السيريز تعالوا بقى نعمل التوصيل ايه يا جماعه البارالل في التوصيل البارالل انا هيبقى عندي لمبه عامله كده يا مع ادي سلك وادي سلك السلك ده هنبتدي نعمل سيركت عامله كده هي مع وسيركت عامله كده ونركب لمبه تانية بالمنظر ده وادي ها ادي السلك وادي السلك اهو كده بعد كده هنبتدي بقى لازم السيركت يبقى فيها سورس لازم حد يا جماعه يزق وبالتالي هنجيب بطاريه هنا كده ونوصلها ها بسلك ونوصل دي بسلك كده. ها يا اهو. خلينا نمشي كونفشنال. ادي الكارنت ماشي قدام حضرتك جه عند البوينت دي. ها يا اللي انا شديتها دي حصل له برانشنج. ها. جزء دخل في اللمبه اللي تحت وجزءها فين يا جماعه؟ في اللمبه اللي فوق. طب ريزيستنس اللي فوق كام؟ 10 اوم. ركز. طب ريزيستنس اللي تحت كام؟ ستيل 10 اوم. طالما الريزيستنس قد الريزيستنس يبقى الكرنت قد الكرنت كلام جميل طب سؤال لو جبنا نقيس الفولتج بتاع البطاريه ركز معايا يا باشا طلع كام 9 فولت طب لو رحنا نقيس الفولتج بتاع اللمبه دي ها يا جماعه 9 فولت طب رحنا نقيس الفولتج بتاع اللمبه دي كام يا باشا 9 فولت ده دليل ان في البارال الفولتج ايكوال في البارلل ايه يا جماعة الفولتج ايكول طيب كلام جميل تعالى نمسك الريزستنس دي نزودها ل 20 ها ايه يا باشا اللي هيحصل بقى كده الكرنت اللي جاي من عند البطارية يا جماعة هيجي عند البوينت دي ويتقسم بس سؤال لتحت ب 20 وفوق ب 10 يعني تحت ضعف فوق يبقى أكيد الكارنت اللي هيخش فوق ضعف تحت ولو بصيت كويس تلاقي فعلا الكارنت ماشي بسرعة فوق أكبر من تحت يبقى يا جماعة تاني ها الكارنت هنا في اللمبة دي هيبقى أكتر من هنا ليه دي كام 20 أوم دي كام 10 أوم تتظبط امتى تبقى قد بعض يا جماعة لما الريزستنس يبقى قد الريزستنس ده معناه يا جماعة ايه بقى ده معناه ان في التوصيل البارلل الفولتج ايكول لكن الكارنت ديفايد الكرنت ايه يا جماعه بيتقسم ما ينفعش اقول غير كده وابقى فاهم كده طبعا يا جماعه لو حبيت ها احط اميتر هنا اسمعني كده الله يبارك لك اهو عشان بس اي لسيادتك الموضوع ها يا جماعه طلع كام 0.845 طب هنا نحط واحد برضو اميتر كام بقى يا جماعه 0.9 خدت بالك ولا لا تاني ها دي كام؟ 20 اوم دي كام؟ 10 اوم ها ال 20 اوم ده خلاها كام؟ 0.45 ها دي خلاها كام؟ 0.9 يعني الكرنت فوق ضعف تحت مع ان الريزستنس العكس طبيعي ومنطقي جدا يا جماعه لان القانون بيقول في بتساوي اي في ار ال V ثابته ال V ثابته ركز معايا هي فولتج ايه؟ البطارية يبقى كده الاي والار مالهم يا جماعه انفرس مع بعض صاحبه الريزستنس الكبيره يخش لها كرنت ايه يا شباب قليل ده يا جماعه مهم جدا جدا طيب طبعا لو عايز اغير رمز البطاريه خليها عاديه اهي تبقى سيركت عاديه يا جماعه انا كده غيرت كل الرموز اللمبه حتى بقى شكلها كانها رسمه اللمبه في السيركتس ها يا جماعه ده مهم عايز ارجعها تاني اهي رجعتها طبعا اللي ماشي جوه ده الكونفنشينال عايز الكترونات اوكي اهو هتبقى ماشيه الكترونات ده كده يا جماعه مهم جدا جدا عشان افهم البارالل كونكشن والاي والسيريز connection